بدي لكم خبر حزين جدا، انه شركة ايبك جيمز عدلت على ملفات اللعبة وما عاد نقدر نشوف التحديثات اللي عم تصير داخل ملفات اللعبة، والتسريبات اللي حتكون قليلة جدا بالمستقبل بالنسبة لفورتنايت. ولكن هذا التحديث كان فيه تسريبات كتير بالنسبة للسكنات والاشياء اللي قادمة معنا والتحديات الخاصة بالهالوين وكيف تساوي تحديات الهالوين تكسب الاشياء المجانية. كل هذا اللي حنحكي عنه ان شاء الله بهذا المقطع. فاذا انت اول مرة عندك شاهد فيديو على القناة يا ريت تشترك، تفعل زر الجرس، تحط لايك، تكتب كومنت حلو برأيك لانه رأيك مهمني جدا، وكون دعم بلايتم شوب نيمو اللي ظاهر امامك. حنطلع نوصل ل 20,000 قبل نهاية السنة، بتمنى تدعمني فيها ويلا مع بعض. فلا والله مسكان الطابة الارضية وفيديو جديد. هلا اول شيء بدي احكيكم عن كذا شغله صارت بلعبه فورتنايت اليوم يا شباب. التحديثات كالاتي: لعبه فورتنايت بالنسبه للاكس بوكس كان حجم التحديث تبعها 2.80 جيجا بايت، وبالنسبه للبلاي ستيشن 4 كان 3.2 جيجا بايت، وللاندرويد 1.5، وللبي سي كان 27 جيجا بايت. ليش البي سي اعلى شيء يا شباب بالنسبه للتحديث؟ طبعا هذا السؤال انا سالته اليوم على البث المباشر، انه ليش التحديث اليوم كان اعلى شيء للبي سي. الموضوع يا شباب بكل اختصار، شركه ايبك جيمز على اساس انه هي حابه تضغط ملفات اللعبة وتوفر لك مساحة تخزين بلعبة فورتنايت على البي سي تبعك. ولكن شوفوا، قبل كانت اللعبة حجمها 90 جيجا بايت، ولكن بعد التحديث نزلنا 27 جيجا بايت واجتنا اللعبة بحجم 27 جيجا بايت. يعني الموضوع هو تقريبية. يعني هي شو عملت الشركة بكل اختصار؟ الشركة اللي عملته انه هي حذفت لك لعبة فورتنايت القديمة ونزلت لك فورتنايت جديدة. طبعا هلا مع التحديثات القادمة وتراكم الاحداث رح يصير ما عندنا شغلات بملفات اللعبة، ورح ينزل عندنا اضافات بملفات اللعبة، وشي طبيعي انه هي رح تزيد حجم اللعبة مع المستقبل. فهذا الموضوع كان كلياته مو ضغط ملفات، كان حذف لعبة وتنزيل اللعبة من اول وجديد. هذا بالنسبة اللي صار بالبي سي. وصار شي جديد معنا بالنسبة للبي سي، شركة ايبك جيمز عدلت على ملفات اللعبة وصرنا ما عاد نقدر ننزل التسريبات بشكل كامل. يعني بالنسبة للتحديات الخاصة بالهالوين، في بعض منهم اللي حيفتح بعد 3 ايام وبعد 6 ايام، فهدول التحديات ما قدرنا نوصل لهم من داخل ملفات اللعبة، لانه داخل ملفات اللعبة تم تشفيره بشكل نهائي. يعني ما حنقدر نشوف شي من داخل ملفات اللعبة مثل مظهر امامكم. هذا هو يعني اسماء الملفات داخل اللعبه، شيء اسمه لوك هوت، يو لوز، يو لايك ذا مدري شو، بيكوز، يعني شغلات كلها غريبه. يعني كاتبين لك جمل كانه جايبينها من جوجل ترانسليت او مترجمينها وحاطينها لحشينها شلون ما كان. هن عاملين انه مشفرين الاكواد بداخل ملفات اللعبه، فما عاد نقدر نسرب لكم بشكل المعتاد. ولكن لحاول اجيب لكم قدر المستطاع شو صار اليوم بالتحديث. بالنسبه للتحديث، اول شيء اللعبه اختلفت جذريا داخل السولو دو سكواد. يعني لما تنزل اول ما تموت او اول ما تتفنش رح تتحول على شبح، والشبح هذا تابع لمايدس، ومايدس موجود بمنطقة الاثوريتي يلي ظاهرة امامكم. كل هذا صار معنا اليوم. طبعا انتم شايفين الجيم بلاي شلون صار الخريطة بشكل عام وضباب مثل السنة الماضية، ومالك شايف قدامك غير لمترين ثلاثة، ومع الوقت بيروح الضباب وبيرجع مرة تانية. هيك بالنسبة اللي صار معنا داخل الماب وشكل الماب. وبالنسبة للتحديات الخاصة بالهالوين، طبعا مثل مظهر امامك هاي الصورة رح ناخذ هدول الاشياء بشكل مجاني، اللي هن عبارة عن 4 ايموجي وواحد لون اسلحة وواحد بيكاكس. طبعا هدول كيف تحصلهم؟ هدول تحصلهم عن طريق التحديات. التحديات اللي ظاهرة امامك على ترابيزة التحديات او على طاولة التحديات بتلاقيها موجودة باسم فورتنايت مارس اللي ظاهرة امامكم، اللي هي اول تحدي بيطلب منك تكون شادو لمدة 3 مرات. يعني كل عليك انك انت تنزل سولو والناس تقتلك وخلص الموضوع. وبالنسبة للتحدي الثاني بيطلب منك انك انت تمشي 100 متر باستخدام الويتش تبع الساحرات اللي هي عصاية الساحرات او مكنسة الساحرات اللي انا عم بلعب فيها اللي ظهر امامكم بالجيم بلاي. كل عليك انك انت تاخذها وتروح تمشي فيها مسافة متر، يعني تطير وتمشي مسافة 100 متر، وهيك انت بتخلص هذا التحدي. والتحدي الثالث بيطلب منك انك انت تاكل كاندي او سكاكر بشكل عام. طبعا هدول كل بيت بتروح بتلاقي بجنب البيت عبارة عن جرة موجودة هنيك على شكل يقطينة، بتروح بتكسرها وبيطلع منها سكاكر. انا حكيت عليها بالتسريبات من قبل باسبوع تقريبا، بيطلع منها سكاكر، بتاكل هاي السكاكر بتخلص هذا التحدي. بيطلبوا منك 25 وحدة كاندي او 25 سكرة يعني او حلويات، بتاكلها انت واصدقائك بالسكواد. لما تلعب سكواد بتخلصوها مع بعض، يعني انك انت مجرد ما انك انت تاكل وحدة بتنحسب الى كل الثلاثة اللي معك بالسكواد. هيك بالنسبة للاشياء المجانية حكيت لكم اياها بكل اختصار. بالنسبة للستايلات كان معنا 4 ستايلات من نصيب هدول السكنات اللي ظهر امامكم. طبعا الستايلات حلوة جدا، وخاصة تبع سكن بوكسر اللي ظهر امامكم تبع الكرتونة، الصراحة صار ممتع جدا وشكله كتير ممتاز. وبالنسبة للسكنات، السكنات طبعا رح اترككم باخر مقطع، لانه مثل ما قلت لكم ملفات اللعبة تم تشفيرها بشكل نهائي، فانا رح اجيب لكم شكل السكنات اخر شيء بطريق الصور او هيك عن طريق الصور يعني، وتشوفوها بالصور مثل مظهر امامكم اخر الفيديو. بالنسبة للسكنات الديفولت الجديدة، سكنات الديفولت الجديدة صار معنا 8 سكنات ديفولت جديدة، يلي هن 4 بنات
واربع شباب، هدول اللي ظاهرين امامكم وانا رح احط لكم اياهم كمان بنهايه الفيديو. طيب هلا موضوع الاتم شوب يا شباب، موضوع الاتم شوب كلكم بتعرفوا انه نزل معنا سكن سكيلتون الجديد اللي ظهر امامكم اللي هو اللي ملون هذا. طيب الستايل الثاني عملوا له الناس انه انا ما عم لاقي الستايل الثاني. بالنسبه للستايل الثاني تبع هذا السكن تبع سكيلتون، كل عليك انك انت تحضر الحفل يوم 30 ويوم 1 نوفمبر لحتى انت تقدر تحصل الستايل الثاني. في بعض الالوان هيك الغريبه شوي ملونه مثل قوس قزح يعني، فهذا هو بالنسبه للستايل وبالنسبه لسكن سكيلتون. كل عليك انك انت تحضر الحفل اللي هو راح يكون بنهايه شهر اكتوبر، وانا راح احكي عليه في فيديو منفصل عن توقيت الحفل شو هو الحفل اللي راح يكون معنا. وبالنسبه لمادس، مادس يا شباب هلا هو حاليا موجود بمنطقه الاثوريتي او منطقه السلطه او منطقه الايجنسي انت شو بتسميها، اللي هي موجوده بوسط الماب الجزيره. هذا بتلاقيه مادس موجود هنيك ومعه شويه هانشمن او شويه بوتات على شكل عام يعني، مع ان ار بي جي او روكت لانشر. ومادس طبعا معه الدرام جن العالمي تبعه اللي هو بيكون بندرة الميث طبعا موجود معه هنيك، معه الدرام جن. كلك انك انت بتقتله وبعد ما تقتله بتاخذ الدرام جن تبعه وبتتحول شكلك على شكل مايدس. مو بس هيك يعني، لما تقتل مايدس بصير شكلك على شكل مايدس. وبالنسبه للناس اللي عندها باتل باس بالنسبه لتبع مايدس ما حيجيك الستايل الخاص بهذا الشكل، لا هذا الستايل الخاص بمايدس الموجود بالاثريتي. شو الموضوع الثاني نحكي عنه اللي هو الجوست رايدر. الجوست رايدر يا شباب طبعا هذا اللي كان نزل ملفات اللعبه بألف زول لطلع من داخل ملفات اللعبه انه قادم معنا للعبه فورتنايت، رح يجي يا اما على سكن يا اما رح يجي بقى شيء ثاني او فعاليه ثانيه، ولكن موجود اسمه داخل ملفات اللعبه والكود تبعه موجود وتم تسريب من قبل بفتره لوجو او شكل عن القدره تبعه اللي هي قادمه معنا على اللعبه. طبعا هذا السكن رح يجي معنا بشكل اساسي او القدره تبعه رح تجي بشكل اساسي، واحده من التنتين رح تجي معنا بشكل مؤكد جدا، بس تقريبا 90% رح يكون السكن الخاص بجوست رايدر. وبالنسبه يا شباب للرقصات، الرقصات حاليا ما في معنا غير تقريبا رقصتين قدرنا نجيبهم ملفات اللعبه. هلا انا رح اورجيك فيديو وارجع لكم. هيك بنكون حكينا بالنسبة عن كل شيء عن التحديث اللي حصل معنا اليوم برقم 14.40. طبعا شركة ايبك جيمز ما كنت افهم ليش هيك عملت داخل ملفات اللعبة وليش هيك ساوت انه هي شفرت كل شيء بشكل نهائي وما عاد نقدر نشوف شيء. فهذا هو الموضوع خلص بالنسبة لفورتنايت، فاتمنى تكون عجبكم هاي التسريبات كلها بالنسبة لفورتنايت لتحديث 14.40. وبالنسبة لانتهاء الهالوين يا شباب، الهالوين ان شاء الله رح ينتهي معنا يوم 2 نوفمبر، يعني يوم 2/11 ان شاء الله رح ينتهي معنا شهر هالوين او عيد الهالوين يعني بشكل عام، ورح ترجع اللعبة على طبيعتها. من هون لوقتها شو بصير تحديثات شو بصير تغييرات ما حدا بيعرف، هيك احنا بنكون جبنا الزبدة تبع التحديث هذا، واكتر شي بقدر اجيب لكم اياه وحاولت اجيب لكم اياه جبت لكم اياه بهذا الفيديو. شكرا لكم يا شباب، كود دعم بالاتم شوب ليمو 9 وبرعاية الله. Choke.